نسجل مرة ثانية عشان ما يطول الفيديو وايد. فهذا الحين هذا رقم باينري. إيه سألتوني أو ما حد سألني، قاعد أفكر إنه سألتوني. شلون أسوي الكروموسوم؟ شلون زي صور تمساح شفناها، بس شلون يعني زين؟ وبعدين كروموسوم شو يمثل لي؟ شو يمثل لي الكروموسوم؟ الكروموسوم اسوي شيء اسمه انكودنج، اي انكودد انتو بيتس اند بايتس، قد يكون اي شيء. يعني مثلا شفت المساء الصوره اللي كانت هني، شفتوا هذا؟ الحين الحلول عباره عن اماكن عشوائيه هني. الحلول قد تكون اي رقم او ايش، اي رقم عشوائي. يعني اول او ما انا قلت لكم عندي 50، البوبوليشن مالي 50، مو هاي اتفقنا عليه؟ هذا المحاضره الحين مو قلت لكم عندي 50؟ زين ال 50 مو قلت لكم عندي 50 واحد كذي. كل واحد من هذيل في الحاله هذه عباره عن اكس، X1 X2 X3. X1 قد يكون مثلا ناقص 300,000، الرقم هذا يمكن 1,543,000، هذا الرقم 50، هذا مثلا ناقص 250 المكان هذا. فالمكان هذا اشوف انه كم ضربت وياي، ضربت وياي هالرقم. يمكن مشيت بعد شوي نزلني هنا، يمكن واحد يقول يمكن هذا المينيمم، بس تجرأك يمكن في تحته بعد، صح؟ لوكال مينيمم يسمونه هذا، يعني رشيت روحي. فكل واحد منهم يمثل لي رقم هني، مني. زين الرقم هذا مثلا شفتوا هال 50 60 70، انا عشان اقدر اقص الرقم نصين، يعني اذا كان عندي رقم مثلا 50، هذا رقم مو هذا 50، او هذا ناقص 250، ناقص 250. شلون ازوج ناقص 250 مع الرقم 50؟ هذا حلين، ابي ازوج بينهم شلون؟ بالاسلوب هذا ما اقدر. فنحتاج نطلع طريقه نكتبها بالباينري. بالباينري كلكم خذيتوا ديجيتال لوجيك، تعرفون تسوون شيء اسمه وانس كومبلمنت توز كومبلمنت، يعني حتى الارقام السالبه تتمثل باينري، صح ولا لا؟ فهذا اللي صار هنا، هذا اللي صار بالمثال هذا اللي هنا، ان مثلنا الحلول الى ارقام باينري. فالكروموسوم الاول عباره عن رقم كذي باينري، الرقم الثاني كاهو باينري، سليم. الحين ابي ازوج هذيل، سهله وايد سهله، كروس اوفر حاضر، اختار مكان عشوائي اقص منه. كروموسومات عند الانسان تنقص بالنص، صح؟ هم هني قالوا فلسفه ثانيه، في ناس يقصون دائما بالنص، في ناس يقول لا خلينا نقص مكان عشوائي يمين يسار. فكل فاريبلز وايد، الجيناتيك غير النيورونز، نيورون ما فيها وايد شغل، يعني بس حط نيورونات، خطط شلون تحط الانبوت، سو دي كودينج صح، خليه يتعلم، خلصنا سهاله. هني وايد اشياء يعني تقعد تعيرها تضبطها كذا لا ما يضبط وياك، بس في فرق ترى. ها هناك محتاج ملايين الانبوت عشان يصير ادمي ومحترم ويصير ذكي، هني مو محتاج اي شيء. بس شنو انت لازم تتعب نفسك شوي في البدايه، زين؟ انت وايد جيجز تعدلها، وايد اشياء تضبطها، هذا الفرق. يعني كل شيء على حساب شيء، ماكو شيء ببلاش. فهذا الاوف سبرينج، شوف ايش صار هني، هذا الراس صار هني والتيل صار كاهو، والراس هذا صار هني والتيل هذا، شفت نفس الالوان اللي استعملتها حتى، ازرق احمر. فهذا الاوفسبرينج الاول، الاوفسبرينج الثاني. الميوتيشن متى تصير؟ لما ياخذ لك بتايه ويسويها شنو، فليب بتايه واحده، العين صارت خضراء، ماشي؟ نيكست. زين فخلنا نسوي مثال، نشغل شغله الحين. اوكي هذا قاعد يتحكى عن سيلكشن، عن
اوكي خل نسوي راننج حتى نوقف ال تشيس. اوكي هذا بيرنت، هذا نفس الكلام اللي قاعد تحكي عنه مثلا افتر ميوتيشن قبل ميوتيشن. خل نسوي اوكي، هذا شيء ثاني. خل نسوي في حاط ابلت، هو ابلت وين راح؟ اعتقد كان هنا encoding selection ك جي اي اكزامبل.